ونبدأ باستعراض لآخر أرقام الإصابات والوفيات ومن تعافى من هذا الوباء في هذه النشرة. قالت المفوضية الأوروبية إنه سيكون بإمكان دول الاتحاد الأوروبي إعادة فتح الحدود مع الدول الأعضاء الأخرى للموسم السياحي إذا ما سيطرت على الإصابات بفيروس كورونا وأعدت بشكل جيد أنظمة الرعاية الصحية. وجاء في الخطوط الإرشادية التي قدمتها المفوضية أنه إذا ما تم التعامل مع الأمر بشكل صحيح وآمن ومنسق فإن الأشهر القادمة قد تمنح الأوروبيين فرصة للحصول على قسط من الراحة والاسترخاء والهواء النقي. ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه ألمانيا إمكانية فتح حدودها منتصف الشهر القادم. عربيا، فقد لجأت الكثير من الدول لتشديد إجراءات الحجر الصحي، حيث أعلن المغرب استمرار إغلاق المدارس حتى شهر سبتمبر المقبل، بينما قرر الأردن فرض حظر جديد لمدة 4 أيام بسبب ارتفاع الإصابات. بينما تواصل دول الخليج تسجيل أرقام مرتفعة لأعداد المصابين بفيروس كورونا. وفي سياق متصل بتفشي الفيروس، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من أن جائحة كورونا المستجد قد تكون لها أثار مدمرة غير مباشرة على البلدان الفقيرة، مثل وفاة 6000 طفل يوميا في الأشهر 6 المقبلة، داعية الجميع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. وأرحب بضيوفي في هذه الفقرة معي عبر سكايب من فيينا الدكتور ياسر صابر، استشاري تكنولوجيا صناعة الدواء والصيدلة. أهلا بك معنا دكتور. دكتور ياسر أهلا بك معنا. نعم، ومن برمنغهام الدكتور أحمد حلمي، استشاري الأمراض البطنية والغدد الصماء. أهلا بك معنا دكتور. دكتور أسامة، تحية لحضرتك وللفريق العمل المتميز، وكل عام وأنتم بخير بنسبة العشر الأواخر لرمضان لكل المشاهدين. التحية لك دكتور، كل عام وأنت بخير. أبدأ معك دكتور أحمد من تصريحات اليونيسف، تحذير عن وفاة 6000 طفل بشكل يومي في 6 أشهر القادمة. هل نتحدث هنا عن تحور أو تغير في طبيعة فيروس كورونا سيهاجم الأطفال، أم اليونيسف تحذر من ظروف معيشية سيئة في هذه البلدان؟ أعتقد أن هي العامل الثاني اللي حضرتك تفضلت بالإشارة إليه، وهي موضوع الظروف المعيشية. الحقيقة من خلال تجربتنا في مع هذا الفيروس خلال الأشهر الماضية، رغم أن هو نحن نتعلم كل يوم الجديد عن هذا الوباء، إلا أن الحقيقة نسبة الإصابة للأطفال والشباب كانت قليلة للغاية، وكانت نسبة الإصابة لمن هم فوق 80 أو حتى فوق 60 ذوي الأمراض المزمنة هي المتصدرة للمشهد. فأعتقد أن هي يمكن مرتبطة بموضوع الظروف المعيشية أكثر، وإن كنا نتعلم يوميا ربما يعني تكشف الأيام القليلة القادمة عن برضو تحورات، لأن هناك تحور لهذا الفيروس. فيعني الحقيقة المستقبل أمامنا لنتعلم الجديد، ولكن الواقع الآن العلمي يقول أن الأكثر إصابة عرضة للإصابة هم كبار السن وذوي الأمراض المزمنة وقليل المناعة. طيب دكتور ياسر، سؤالي لك عن دعوات الاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية التي تقول أنه يمكن فتح تدريجي للحدود بين أعضاء أو دول الاتحاد الأوروبي في فصل الصيف، كيف رأيت هذا التصريح؟ السلام عليكم. أولا أرحب بك وبالسادة المشاهدين.
في شيء مهم جدا محتاجين ننتبه لي، ان معظم الدول الاوروبيه تعتمد على السياحه كمصدر اساسي للدخل. الان موسم الصيف قادم، واذا يعني فات هذا الموسم بدون ان يكون هناك سياحه عمليا يعني ستضر الاقتصاديات بشكل كبير. الوطأة غلق البلاد الان حاليا والخسائر الاقتصاديه هي اللي بتضغط على الانظمه الاوروبيه انها تعيد من جديد فتح الحدود الى غيره. الخطوات اللي اتخذت في بعض الدول الاوروبيه لحد ما تعتبر جيده، يعني الدول تفاعلت بشكل سريع جدا معها. على سبيل المثال هنا في النمسا قامت باجراءات صارمه جدا الى حد ما استطاعت انها توصل لمرحله ان ممكن تتعايش الان مع القضيه في وجود اجراءات مشدده. فتح الحدود لا توجد على اي مشكله، المفروض الاتحاد الاوروبي هو دوله واحده في حاله فقط ان تصبح هناك الرقابه كبيره جدا على الحدود في شكل كبير على المطارات على نقاط الحدود حتى تخضع عمليه السفر بين الدول. طيب هو دكتور يعني اذا انت قلت في البدايه ان السياحه عامل مهم، واذا ما افترضنا ان الدول ستفتح الحدود رحلات الطيران والحدود ستكون مفتوحه مره اخرى، كيف يتم ضبط الامر؟ يعني كل واحد جاي من بره هيدخل في 14 يوم حجر ولا خلاص بس مجرد كشف بسيط في المطار ويدخل البلد عادي؟ لا، الفكره متصوره من ناحيه عمليه وهي جميله جدا يعني ويعني مهمه، انه يبقى في كل مطار من المطارات موجود فيه وحده بي سي ار تكشف على الفيروس وخلال ساعتين تطلع نتيجه، حتى نفس المسافر يبقى مطمئن ان هو حتى ما يعني لا يكون حامل عدوى الى اهله او لمن يزورهم الى غيره. هذه ممتازه، يعني اذا استطاعت الدول ان توفر هذا الشيء فهذا اتحلت المشكله، وهذه ايضا في بلدنا في اي مكان ممكن جدا. الان في مطار فيينا موجود هذا الشيء، تقدر قبل السفر بثلاث ساعات تقوم بالاجراء البحث هذا الفحص هذا بالبي سي ار ويحدد ان كنت بالفعل تحمل الفيروس في هذه اللحظه، يعني طيب. سريع جدا، وحتى تعطى شهاده من المطار انك انت ممكن تسافر في اي بلد اخرى حتى لا تعرض نفسك الى الحجر الصحي اسبوعين. هذا يحدث في الذهاب وفي العوده، العوده الان اجباري، يعني من عوده الان الى فيينا الان اجباري ان يقوم بهذا الفحص، اما من يذهب فهو اختياري بالنسبه له. طيب اعود لدكتور احمد حلمي مره اخرى. منظمه الصحه العالميه دكتور كانت علقت منذ 10 ايام تقريبا على فكره شهاده الشفاء او المعافاه من كورونا، وقالت ان التست اللي بيحصل بعد انتهاء فترة الإصابة هو غير دقيق ويحتاج الى تدقيق بشكل اكبر. اذا ما فتحت الحدود دكتور مرة اخرى وتم اجراء هذا الاختبار الغير دقيق من وجهة نظر الصحة العالمية، الا يهدد ذلك بموجة ثانية اكثر شراسة؟ الحقيقة اتفق مع حضرتك في هذا الطرح، فهو يعني ما يسمى بالتفاؤل الحذر استطاع أن نطلق عليه هذا. هنا في بريطانيا هناك خوف الحقيقة من الموجة الثانية، وحتى يمكن معايا الآن ده الغلاف بتاع البريتش ميديكال جورنال في هذا الأسبوع بيقول the long road to recovery، يعني بيقول أن الطريق طويل للمعافاة. فهناك الحقيقة انفراج حذر، وبدل من الرسالة اللي هي stay at home أصبحت stay alert، يعني ابقى حذر. دي رسالة الحكومية الحقيقة الرسمية هنا في بريطانيا، فالحقيقة هناك تخوف، وحتى العائدين يعني بالإضافة للكلام اللي تحدث به الضيف الزميل من النمسا، هنا في بريطانيا هناك رغم هناك انتقاد الحكومة إلا أن التصريح الرسمي أن يكون من يأتي عن طريق الطيران من خارج البلد لابد أن يخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين. طبعا هناك تفاصيل في هذا الأمر، وأنا أتفق علميا فإن الاختبارات لازالت يعني بتتطور. بدأت بالأنتيجين اللي هو أن الإنسان ممكن يكون معدي في فترة العدوى، وكان فيه سيلف إيزوليشن، الإنسان يعزل نفسه حتى لا يعدي الآخرين، وتطور الآن إلى حتى في المستشفى التي أعمل بها وهي في ثاني أكبر يعني مدينة في بريطانيا في بيرمنغهام، هناك يعني ريسيرش أو بحث جاري على الأنتي بوديز أو الأجسام المضادة اللي هي بيكونها الإنسان بعد تعرضه للفيروس. مش بس كده، ده في طبعا هذا بحث برضه منتشر في اكثر من مكان في العالم اللي هي البلازما الكونفاليسنت بلازما او البلازما اللي هي لمن تعرضوا للمرض وشكلوا اجسام مضاده، هل يمكن الاستفاده منها حتى في العلاج بعد حوالي شهر؟ فهناك تجربه او ريسيرش او يعني ابحاث تقوم على هذا الجانب. طيب الحقيقه هناك تفاؤل حذر. نعم، طالما تحدثت عن الادويه والعقارات، هناك سجال كبير ونقاش يدور في الولايات المتحده تحديدا منذ 48 ساعه او اكثر عن عقار الريمديسفير. هل تم تجربه هذا العقار في بريطانيا؟ هل تم الحديث عنه كلقاح او علاج لمرضى كورونا في المملكه المتحده؟ نعم، المملكة المتحدة هي يعني شريك مع الولايات المتحدة في هذا البحث، وأنا الحقيقة يعني كلمة التفاؤل الحذر أنا الحقيقة اقتبستها من أحد القائمين على هذا البحث بصفة خاصة، الطبيب
براين أنجس اللي هو المشارك من اليو كي تيم، هو بيسميها الكوشس اوبتيميزم في الحديث على هذا الدواء اللي هو ريمديزيفير. فبيقول ان احنا نعم هناك يعني نتائج ايجابيه، ولكن هو يعني بينصح بان يكون هناك في تفاؤل حذر، ان احنا لا يعني نلقي امال عريضه، ولكن النتائج حتى الان ايجابيه سواء في الولايات المتحده او في الطرف المشارك معها المملكه المتحده في هذا البحث. طيب دكتور ياسر، اعود اليك مره اخرى، هل نحن في مرحله البحث عن اي علاج كعلاج مؤقت لكورونا حتى يتم اكتشاف لقاح في فبراير او مارس 2021 على اقل تقدير كما ذكرت معظم الابحاث والدراسات، ان الامر ربما يستغرق 14 شهر؟ نعم، هو المشكله الان حاليا انه ما يتم استخدامه الان او تجريب في الدراسات الاكلينيكيه على كوفيد 19 هي كلها ادويه موجوده بالفعل، يعني سواء كان الفورهيدروكسيكلوروكوين او الريمديسيفير او حتى الايفامكتين كلها موجوده، يعني معروفه وتستخدم في حاجات قبل كده باستثناء الريمديسيفير لسه ما نزلش السوق، واخذ دلوقتي من الترخيص من وكاله الدواء والغذاء الامريكيه انه ينزل في الدراسات السريريه. موضوع تطوير دواء جديد من الصفر طبعا موضوع طويل، يعني موضوع ياخد وقت طويل جدا، ياخد سنين، ليس بالسهوله انه من يعني من الان الى بعد 3-4 شهور نقول انه في شغل على دواء جديد من الصفر، لذلك تم الان التعامل مع الادويه الموجوده. ربما اضيف شيء على الدكتور على كلام الدكتور احمد في موضوع الريمديسيفير بالذات، انه استخدم قبل كده يعني كثير في موضوع الايبولا واستخدم في المرس وفي سارس وغيره. المشكله فيه الى الان في كل الدراسات الاكلينيكيه اللي طلعت الى الان ما بتعطيش في اي علاقه بين الفيرال لود بين تحميل الفيروس في الجسم وبين الجرعه اللي بياخدها المريض. كل ما ياخد الان من دراسات اكلينيكيه بيقولوا فيه انه الاعراض عند المريض بعد تحسنت، انه بعد 7-8 ايام اصبح قادر انه يغادر اما العنايه المركزه او انه يشفى تماما، وده طبعا علميا محتاج يعني لا نستطيع ان نوصفه انه هو انه 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 دواء مضاد للفيروسات، زي ما حدث مثلا نفس الشركه اللي انتجته جليد في موضوع الفيروس سي لما طلعت السوفوسبوفير السوفالدي، كنت تقدر خلال الاول يوم الاول الثاني تعمل معادله بين تحميل الفيروس في الجسم وبين الجرعه. طيب انا لو مواطن في دوله عربيه الان استمع اليك دكتور وانت تقول ان هيئه الغذاء والدواء الامريكيه قد رخصت او اباحت استخدام هذا العقار، يعني سيكون عندي امل كبير، لان اذا كانت الولايات المتحده اقرت هذا العقار فلماذا نعم. الحكومات العربيه لا تقر هذا العقار ايضا ويتم استخدامه؟ هو أقر الآن حتى يتم استخدامه في الدراسات الإكلينيكية، يعني هو الآن لا يسوق حاليا كدواء في السوق، هو في المرحلة أعتقد الثالثة الآن حاليا في دراسة يعني تجريب على الـ على الـ على الـ على الإنسان حتى يصرح به بالفعل أنه يؤخذ الآن كبروتوكول علاجي ولا لا يؤخذ كبروتوكول علاجي. الدول عندنا في بلدنا يعني مصر تعاقدت مع شركة جليد حسب علمي أنها حتى يعني كم مليون نعم. جرعة من الدواء تشتريها، يعني الموضوع هو إذا يعني إذا خرج الآن نتائج تمام هو ده الدواء اللي بيعالج الكوفيد 19 فهي سينتشر الدواء. الشركة أعلنت أنها مستعدة توفر منه كم مليون جرعة في الفترة الأولانية الشهر الأولاني أو الشهر الأولانيين، لكن المسألة ليست في توفره ولا حتى انه ترخيص، هو ترخيص طوارئ اللي بيسموه، يعني مفيش غير موجود غيره الان حاليا نجربه، لكن المساله من وجهه نظري الان انا حاليا كمتخصص في موضوع الدواء ان الريمديسيفير الى الان لا توجد اي دراسه اكلينيكيه تقول ان هناك علاقه مباشره انه نقدر نصنفه انه كمضاد للفيروسات، زي على سبيل المثال السوفوسبوفير اللي كان بيثبط انزيم في تكاثر الفيروس، هو نفس الانزيم اللي كمان اللي بيسموه البوليميريز في موضوع الكوفيد 19، لكن الى الان لا توجد دراسه، ربما تاتي في الفترات القادمه الاسابيع القادمه دراسات تقول هذا الكلام، شيء ممتاز جدا. وفي دراسه في امريكا برضو انتشر الاسبوع مع 3-4000 مريض، الاسبوع اللي جاي المفروض تخرج الدراسه دي نتائجها وتدينا معلومات جديده في الموضوع، ممكن نقدر نتكلم بعدها على ارضيه ثابته او صلبه في. طيب دكتور احمد حلمي، نحن نتحدث عن 6 أشهر تقريبا منذ بدايه ظهور هذا الوباء منذ ديسمبر الماضي، 6 أشهر وهذا الوباء لم يضرب دولا فقيرة في إفريقيا، وإنما ضرب أكبر وأهم الدول وأقوى الدول في المنظومات الصحية في تكنولوجيا صناعة الدواء. هل هذا طبيعي؟ 6 أشهر الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية تجرب هيدروكسي كلوروكين كلوروكين ثم بلاكينيل ثم الآن الريمديسفير، هل هذا أمر طبيعي مع وباء كهذا؟ الحقيقة أنا يعني هناك أمر أحب أشير إليه، هو طبعا الولايات المتحده كانت بتتصدر يعني قائمه الحالات والوفيات نتيجه ان الولايات المتحده هي قاره يعني متعدده الولايات، فيعني الحقيقه برضو من الانصاف نقول هذا، ولكن اتفق مع حضرتك ان الدول الاوروبيه يعني بريطانيا اليوم هي تحتل المرتبه الرابعه
في يعني في اعلى الدول، تاتي بعدها ايطاليا اليوم. ولكن برضو في شيء اخر احب اشير اليه، اللي هي الشفافيه في الحصول على المعلومه. يعني يمكن في الدول الغربيه، انا الحقيقه متابع لهذا الشان منذ بدايته، الحقيقه في بلداننا العربيه نتيجه برضو المناخ السياسي والمناخ اللي انعكس على المناخ الطبي، فالحقيقه هناك نقص في الشفافيه في الاعداد، وتبين هذا حتى في الدول العربيه، مش بس الدول العربيه، في الصين ايضا وفي بعض دول الشرق الاقصى. فالحقيقه يجب ان تؤخذ هذه العوامل في الاعتبار. هذا المرض يعني اطاح او يعني اصاب ما يزيد عن 4 مليون نسمه الى الان، مات منهم ما يقارب ال 300 الف بشر من الناس. صحيح تعافى حوالي اكثر من 1.5 مليون شخص، ولكن هناك الكثيرون لا زالوا يعانوا من هذا المرض سواء في العنايه المركزه او غيرها. فالحقيقه يعني الكلام بيؤخذ بحذر شويه من ناحيه وجوده في البلاد الغربيه دون البلاد العربيه. الحاجه الثانيه الحقيقه ان برضه زي ما تفضل الدكتور من النمسا، الدكتور الزميل العزيز، لا الابحاث بتاخذ فتره، فاحنا الحقيقه بنسارع الزمن ونسابق الزمن في الحصول على ادويه. ويمكن زي ما تفضل واتفق معاه ان الريمديزيفير حتى في التصريحات الفريق المشارك في الترايلز او الريسيرش بيقول ان هو ممكن يكون كومبينيشن، يعني يكون يعني يؤخذ مع ادويه اخرى. زي ما بيحصل في الاتش اي في او الايدز، ان الدواء لا يؤخذ دواء واحد لكن اثنين او ثلاثه مع بعض حتى يستطيع يعني ان يكون في تاثير فعلا فعال يعني ضد هذا الوباء. وندعو الله في هذا الشهر الكريم يعني مع الاقتراب العشر الاواخر ان فعلا ان يكون في يعني بارقه امل يعني من البحث العلمي انها تقضي على هذا الوباء وتعطينا بارقه امل لكثير من الناس وللحياه للبشريه جمعاء الحقيقه. نعم دكتور ياسر، أعود لك مرة أخرى. المقارنة بين الدول العربية والدول الغربية، كان الجميع يتحدث أن الدول العربية لم تصل إلى الذروة، الأرقام في انخفاض كبير إذا ما قارناها مع أرقام الدول الأوروبية للولايات المتحدة. ما الذي يحدث في الأسبوع الأخير؟ هناك تزايد، هناك ارتفاع في أرقام الإصابات، في عدد الوفيات، في عدد من الدول العربية، وهناك أيضا دولة مثل تونس تقول أنها حققت لليوم الثالث على التوالي صفر حالة. نعم، في طبعا شيء مهم لازم نشير ليه، ان في الدول العربيه هم بيعتبروا اذا زادت الاصابات فهو ده شيء يعني من ناحيه سياسيه يعني يعبه على الانظمه الحاكمه، وهذا خطا. كان المفروض من البدايه خالص يصير في مصارحه بين الانظمه وبين الدول وبين الشعوب حتى يكون في نوع من انواع الوعي في التعامل مع هذه المشكله. الاجراءات اللي اتخذت في الدول العربيه كلها تقريبا بلا استثناء لا ترقى لمستوى انك انت تقف امام جائحه وتمنعها بهذا الشكل. الدول العربيه في موجود عدد سكان هناك متكدس بشكل كبير، عندك شوارع يعني يصير فيها ملايين بعكس اوروبا اللي عدد السكان فيها لا يقارن ببلادنا. لذلك الاجراءات المتخذه في بلادنا يجب ان تكون صارمه عن الاتحاد الاوروبي بشكل كبير جدا. اللي ظهر في الفتره الاخيره حاليا زياده الاصابات ده شيء طبيعي جدا، هي لم تزد الاصابات وفقط انه لم تعلن عن الاصابات من قبل في بدايه الازمه، فاصبحت الان تخرج الان حالات الوفيات، تخرج الان تنتشر الاصابات بشكل اللي هو اساسا من الاول لم تمنع. لذلك انه الدول العربيه في الوقت الحالي في حاجه الى اجراءات صارمه جدا جدا. انا من وجهه نظري بشوف انه يجب الان وقف الحياه تماما مهما كان الخسائر الاقتصاديه، لكن اذا في حاله اسبوعين يعني موضوع انك انت توقف الحياه تماما، لا يخرج احد من البيوت، ربما استغلوا الان اجازه العيد الفطر القادم ان شاء الله، يبقى الموضوع اسهل على اساس انه في اجازات بشكل طبيعي، انه تمنع الحياه لمده اسبوعين، كل يفضل في البيوت في لمده اسبوعين، حظر تجول لمده اسبوعين. ده اجراء كافي في اي دوله عربيه الان حاليا انه بالفعل يتجاوز المرحله وممكن جدا يقضي على الجائحه هذه بشكل يعني باقل الخسائر كما نقول يعني. لكن المشكله الان حاليا ان في حظر تجول يحدث في المساء، بالنهار في ناس الحياه ماشيه بشكل طبيعي جدا، هذا شيء غير منطقي. نعم. طيب الفيروس لا ينام بالنهار ويعني يستيقظ بالليل، فهذا كل اجراءات لم ترقى الى مستوى الحدث انه في موضوع الان خطر يهدد الان الجميع. نعم. ويجب ان نكون في مبدئيين في التعامل معه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسر صابر، استشاري تكنولوجيا صناعه الدواء والصيدله الحيويه، كنت ضيفي عبر سكايب من فيينا. واعود اليك دكتور احمد حلمي مره اخرى، أنت وأنا يعني ودكتور ياسر أيضا عشنا في مصر ما عشنا من سنوات ونعرف الشعب المصري جيدا. الوضع في مصر يقول أنه إذا انخفضت الأرقام انخفضت أعداد الإصابات فبتعليمات الرئيس ورئيس الحكومة ووزيرة الصحة، وإذا زادت الأرقام وارتفعت فقلة وعي الشعب الذي لم يلتزم بالتعليمات. هل الشعب المصري فعلا هو سبب ازدياد الإصابات دكتور في مصر في الأسابيع الماضية؟
الحقيقه انا بحمل يعني من بركه دكتور اسامه يعني المسؤوليه كامله للنظام الانقلاب ونظام السيسي في مصر. نظام الحقيقه هو يعني منذ جاء وانقلب على الديمقراطيه في 2013 كذب على الشعب المصري، انتم نور عينينا وستكون مصر قد الدنيا، كل هذا الكلام الذي ولا زالت ابواق الاعلام. يعني انا بحيي قناه الحوار وبحيي حضرتك على هذه المصداقيه في هذا المنبر. شكرا. بنسمع الحقيقه اشياء يعني عجيبه الشان، من اشياء لا ترقى ابدا الى مستوى حتى الطفل البسيط ان هو يصدق هذا الكلام. فالحقيقه هناك طبعا مسؤوليه جسيمه على النظام الانقلابي في مصر بصفه خاصه لما حضرتك طرحت هذا الامر، في التعميه او التعتيم على هذا في بلد تعدادها يزيد على 100 مليون. اتفق ايضا ان في طبعا الاعلام، هذا الفساد السياسي والاقتصادي والاعلامي ادى الى برضه الى ان الوعي تاثر طبعا بهذا الضخ من الاعلام الفاسد، وما لا تنسى برضه ان هناك كثير من العشوائيات وما الى ذلك. فالحقيقه موضوع التطمين ومصر المحروسه وكل هذا الكلام الحقيقه ادى الى نوع من التهويل في النهايه، ثم تهوين، بدا تهوين الان يحاول ان يهول من الامر، ولكن بعد يعني بعد متى ويعني بعد ايه؟ فالحقيقه الامر الثاني الحقيقه اللي من برك هذا انا يعني بارسل رساله لكل الناس اللي هم معتقل الراي في خلف الاسوار. الحقيقه احنا بنتكلم على عشوائيات وناس عايشه في حياه يمكن انها تحاول انها تجد طريق، لكن ما بال من هؤلاء المظلومين خلف الاسوار في ظروف معيشيه احنا كلنا نعلمها. يعني يمكن كان رمز الدكتور محمد مرسي كان مثال لها للرجل الذي مات بشكل بطيء حتى قبل هذا الكورونا، فما بالك بكثير من خلف القضبان بالكورونا. فانا الحقيقه انا بحمل المسؤوليه كامله لنظام الانقلاب، وفي نفس الوقت الحقيقه بأشيد بان احنا نحب بلدنا ونتمنى لبلدنا اللي كما تفضلت عشنا فيها سنوات ونتمنى ان احنا نراها اعلى في اعلى المراتب وفيها الحقيقه قمم يعني في كل ونوابغ في جميع المجالات. أشكرك. وثروه بشريه عظيمه، فاتمنى لبلدي واتمنى لكل الامه والبشريه في هذه الايام المباركه في شهر رمضان كل خير، ونتمنى ان يعني يزول الظلم وتعود مصر الحره الديمقراطيه ويعود لبلادنا العربيه ولامتنا حريتها وكرامتها مره. بالتاكيد الجميع اتمنى ذلك. اشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد حلمي، استشاري الامراض البطنيه والغدد الصماء، كنت ضيفي عبر سكايب من برمنغهام. والى ملفنا الثاني، الى فلسطين.